عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة العائلة للصحة والمتعة، نتمنى أنكم تكونوا بألف ألف خير. اليوم إن شاء الله بإذن الله غادي نقدم لكم، ماشي أنا مرت خويا هي اللي تقدم لكم واحد الحليوة اللي تجي رائعة جدا بالعسل، نتمنى أنكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. قبل ما نبداو الفيديو فما عليكم إلا تشجعوني باللايكات ديالكم، كذلك البارتاج ديال الفيديو مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة. وبالنسبة للناس الجدد في القناة فمرحبا بكم وألف مرحبا، ما عليكم إلا تضغطوا على الزر الموجود تحت الفيديو هذا، الزر اللي باللون الأحمر، وكذلك فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ويلا نبداو دابا على بركة الله بالمكونات وكذلك طريقة ديال التحضير. نشوف عندنا جوج بيضات، كيف تشوفوا هنايا 4 كاس ديال السكر سنيدة، كاس ديال الزيت، ساشي ديال السكر فاني، وعندنا جوج أكياس ديال الخميرة ديال الحلويات. كيف تشوفوا هنا عندي 15 غرام، وبالنسبه للدقيق تبقى على حسب الحجم ديال البيض، يعني تقدر تزينا من زلافه حتى جوج زلايف، و4 معالق كبار ديال العسل. وندوز دابا للطريقه. كيف تشوفوا انا خدات جوج حبات ديال البيض، ضفت عليهم السكر سنيده، الزيت، السكر فاني، 4 معالق كبار ديال العسل، غادي نديرو الخميرة صافي، وغادي نخلطو المزيج. غادي نزيدو الدقيق، ولكن الدقيق نزيدوه بشوية بشوية. كيف تشوفوا معنا درنا الزلافه الاولى وبدينا في الزلافه الثانيه، ولكن كيف قلت لكم تبقى على حسب الحجم ديال البيض واش كبير ولا صغير، وكذلك النوعيه ديال الدقيق. كيف شفتوا معنا حنا درنا جوج زلايف، قلات شويه هذا تقريبا واحد جوج معلقات كبار، وبالنسبه للخليط فخاصو يكون هكا يعني ماشي ثقيل بزاف، شفتوا تبقى شويه جاري. كيف تشوفوا معايا تدان شويه اللي ديها بالزيت وتدير كره على هذا الشكل هذا، وتتحاول انها تبسطها غير شويه، وتنحطوها في لاطه اللي تكون مفرشه بورق المطبخ، ورق الفرن ولا دهنوها بالزيت. درنا بيضة ودرنا تقريبا نصف كيس، ياك نصف كيس ديال القهوة سريعة الذوبان. من بعد ندهنو الكرات ديالنا، كيف تشوفوا معنا خدينا واحد الفرشات وكنا تنديروا يعني علامات على هذا الشكل هذا. دابا بقى لنا غير ندخلوها للفرن يكون مسخن مصفى. كيف تشوفوا معنا من بعد ما خرجنا من الفرن فحصلنا على هذه النتيجه، هذه تجي على هذا الشكل هذا وتجي رطبه، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كي تشوفوا معايا بعد ما حطينا الطبسيط ديال التقديم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو فما عليكم الا تشجعونا باللايكات ديالكم، كذلك البارطاج ديال الفيديو مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. وبالنسبه للناس الجدد في القناه فمرحبا بكم والف مرحبا، ما عليكم الا تضغطوا على الزر الموجود تحت الفيديو هذا، وكذلك فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديالنا. ويلا نخليكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم.